السلام عليكم. اليوم في شيوة أم وليد إن شاء الله راح نديرو تشارك العريان، يعني راه مطلوب بقوة هذه الأيام. إذا معليا غير نلبي الطلب تاعكم. واش راح نحتاج في هذه الكيفية؟ إذا راح نحتاج 125 غرام تاع لا مارغارين تكون طرية، كاس إلا ربع تاع السكر غلاس، هذا الكاس يلفت 240 مللتر، حبة تاع البيض، كاس تاع أتاي تاع الزيت، وكاس تاع اتاي تاع مزهر. والكاس تاع الاتاي هذا يرفد 80 مللتر، كاين الاخوات اللي سقسوا 80 مللتر، او لافاني ومغرف صغيره تاع خميره الحلويات. والحشو راح ندير كاوكاو، انا حمصته. دائما نوصيكم المكسرات، اي مكسرات ديروهم حمصوهم باش يجوا بنان. وطحنتو رقيق كما راكم تشوفوا مع السكر، هذا نرجعوا ليه بما بعد. الان هنا معلومه فقط، واش من مارغارين نستعمل؟ لانه الاخوات كاين دائما يسقسوني واش من مارغارين تستعملي. انا نستعمل فلوريال كما راكم تشوفوا. كيفاش نتحصل على 125 غرام؟ نشري طرف، هذا الطرف فيه 250 غرام، نقسمه على 2 اللي هو 125 غرام. الان راح نبدا مباشره في العمليه. اذا ما راح ندير كما عودتكم دائما نديروا المقادير كلها مع بعض الاولى. اذا درت لا مارغارين، ندير الزيت، كاس تاع اتاي تاع الزيت اللي هي 80 مللتر، كاس تاع اتاي تاع مزهر، يعني هذه العجينه تشبه بزاف في العجينه تاع الشراك مسكر وكعك النقاش، لكن مغيره فقط في السكر. نزيدوا له حبه تاع البيض وندلو كاس الى ربع تاع السكر كلاصي، واللي يحب الحلاوه يقدر يزيد حتى الكاس. اذا مغرف صغيره تاع لافاني، اذا هذا الخليط راح نخلطه مليح بيدي او تستعملوا الباتور كما حبيتوا. خلطها مليح بيدي حتى تولي اون كريم، يعني ينسجم هذاك المزهر مع الزيت مع الزبده مع الحبه تاع البيض اللي درناها. اذا ها هي خلطتها مليح، هاي ولات اون كريم غير باليد فقط. اليوم تعبت باش نستعمل يدي، لانه كاين اخوات ما عندهمش لو باتور، لكن اللي عندها الباتور تستعمل الباتور احسن، راح تجي العمليه سهله. الان واش راح ندير؟ راح نبدا نطم في العجينه تاعي. اذا راح ندير شويه تاع الفارينه، دائما خميره الحلويات نديروها مع الفارينه، وندير مغرف صغيره تاع خميره الحلوى. مغرف صغيره تاع خميره الحلوى، ونبدا نلم في العجينه تاعي غير بالاصابع تاوعنا. عمركم لا تعجنوا العجينه تاع الحلوه تاعكم غير باليدين غير بصبعتينا بهذه الطريقه. كيري تقول لي يعطيني يعني مقدار تاع الفرينه اللي نديرو، ما نقدرش نعطيك بالتحديد، لانه كل وحده والبيض تاعها. يعني المهم ديري حتى تسلم لك العجينه تاعك وما تبقاش تلصق في اليد، ما ديريهاش يابسه بزاف بطبيعه الحال باش الحلوه تاعك تجي طريه. ديروا في ان ريسيبيون يكون هكا غابي باش تجيكم سهله كي تلموها، لانه الا درتو في قصعه مفتوحه راح تجيكم واعره باش تلموها العجينه تاعكم، لكن بهذه الطريقه سهله. وكي تخدموا يعني كميه كبيره، يعني كل خطره نوني شويه باش هكذا ما تغبنكش العجينه، راح تجيك سهله وما تعيقش تاني في نفس الوقت، لانه كل ما تزيدي المقادير راح تجيك العمليه شويه صعيبه. لهذا ننصحكم انكم ديروا بالعبر فقط، كي تكملوا هذاك العبر زيدي روني عبر واحد اخر حتى تكملي كامل الحلوة تاعك، يعني شحال راكي حابة ديري من حبة. ها
هي درت لي العجينه تاعي كما راه نشوفوا. ودائما نستعمل يد واحده فقط. ديروا مقدار قليل باش تجيكم سهله. اذا ها هي العجينه تاعي لميتها. كما قلت لكم العجينه شوف كيفاش تجي، تجي طريه لكن ما تلصقش في اليد كما رانا نشوفوا. ها هي العجينه تاعنا واجده تاع تشارك العريان. الان نجوز مباشره للحشو. اذا الحشو واش راح ندلو؟ راح ندير 3 كيلات تاع، انا راح ندير كاوكاو عادي، تقدري ديري اللوز. المهم المكسرات تاعك حمصيهم من قبل وطحنيهم رطبين كما راك تشوفين، طحنوهم رطبين ما تخليهمش خشان. اذا ندير 3 كيلات، راح ندلهم كيله تاع السكر، مور صغيره تاع لافاني. هنا اللي تحب القرفه تقدر دير القرفه، انا ما نستعملهاش. ولم العجينه تاعي بالمزهر هنا فقط باش نوري الاخوات انه لافارس تاعك لازم تعجنيها مليح، ولازم الكاوكاو يكون مطحون رقيق باش تنجح لك وما تجيكش يابسه كي طيبيها في الفوغ. نعجنوها مليح كتولي عجينه. ديري المزهر وشوفي اذا تتلم لنا العجينه تاعنا. كما قلت لكم لازم نعجنوها مليح باش هذاك السكر يذوب، لانه لما دابش هو اللي راح يلبس لنا لافارس تاعنا، لانه في تشارك ما مسكر جاوني تعليقات انه كاين اللي جاهم الحشو يابس. اذا عجنوه مليح كما رانا نشوفوا. باش هذاك السكر يذوب لنا واللي عندها السكر تاعها شويه خشين، لان يعني انا السكر تاعي عادي لكن رقيق شويه، تستعمل السكر كلاصي عادي معليش ما فيهاش حرج. هاهو شوفو راني عجن فيه او بدا يتعسل لي، شوفو ما كانش هكا في الاول او بدا يتعسل لانه داك السكر راه يذوب. هاهو ويبدا يتلم كي ندلو هكذا، يبدا يتلم. في الاول ما كانش يتلم لانه السكر كان مازال ما دابش. نعجنوه بهذه الطريقه ونخلوه يريح حتى من بعد نرجع ليه. الان راح نجوزو العمليه تاع التشكيل تاع تشارك المعيدان تاعي. اذا واش راح ندير؟ انا هنا عملت العجينه تاعي كويرات حوالي 27 غرام حتى 30 غرام، يعني اللي حبيتهم كبار بزاف ديروا 30 غرام. يعني راح نستعمل نفس الطريقه تاع تشارك مسكر لكن طريقه مغايره فقط في التزيين. اذا واش راح ندير انا؟ يعني تشارك العريان كان يديروه يعني يفتحوه ويديروا مثلثات، انا ما نحبش هذيك العمليه لانه العجينه من بعد راح تربي العلك، يعني الحبات الاخرين ماشي راح يجوا كما الحبات الاولين، لكن هذه احسن طريقه ان شاء الله تعجبكم. اذا واش راح ندير؟ دائما انا نستعمل كيس بلاستيكي اللي دائما ننصحكم به، نحكم الحبه تاعي هكذا بالطول نديرها في الكيس بلاستيكي تاعي ونفتحها بهذه الطريقه. راح تجيكم العمليه سهله. راح ندير شويه تاع الحشو في الوسط الحشو اختياري، تقدري ديري بزاف او شويه كما حبيتي بهذه الطريقه. ونبدا نشكل الحبه تاع التشارك تاعي ونغلقوا الحبه تاعي مليح باش كي طيب ما يخرجناش الحشو على برا بهذه الطريقه. اذا نحيها بالكيس بلاستيكي ونخدم على البلان دو طرافاي تاعي بهذه الطريقه، نروليها خاصه في الاطراف بهذه الطريقه كما رانا نشوفوا. ها هو التشارك المسكر تاعي العريان عفوا. اذا واش راح ندلو انا هذا كما رانا نشوفوا؟ واش راح ندير؟
راح نحكم حبة تاع البيض كاملة، وندلها شوية على فاني باش نحولها البنة تاع البيض، نخلطها مليح. باش تروح لنا ديك الريحه تاع البان ديروا لها لافاني. هنا انا عندي كاكاو محمص ومطحون، لكن ماشي محمص بزاف، شويه ومطحون. راح نحكم الحبه تاعي واش راح ندلها كيما رانا نشوفوا. نحكم ان بانسو وندهنها من الفوق كامل الوجه تاعها تاع الحبه تاع الشراك العريان تاعنا. اذا نديرها في الكاوكاو باش يلصق مليح. اذا ها هو الشراك العريان تاعي. نحكم انا باطول ندخله للفرن، ما ندلو والو لانه العجينه مبسه ماهيش راح تلصق لنا، ونشكلو بهذه الطريقه كما رانا نشوفو. اذا راح نزيد لكم حبه، نحكم ان ساشي كما العاده هكذا باش الاخوات تاعنا المبتدئات يتعلموا مليح. نفتحها وندير الحشو تاعي في الوسط كما قلت لكم، الحشو حسب الاختيار كما حبيتي. ونغلق على العجينه تاعي بالطريقه، نعاونوه بان ساشي كامله وغلقوه مليح. ماذا بكم تغلقوه مليح باش العجينه تاعنا ما تفتحناش في لو فوغ تاعنا، ونشكلوه بهذه الطريقه. اذا واش راح ندير انا، نحكم البيض تاعي نعاود. اذا ندلوه من الفوق كامل بانسو هكذا باش نسهلوا العمليه لارواحنا، ونديرو في الكاوكاو كل مره خلطوه، وندير الحبه تاع العرايش تاعنا الحبه تاع الشراك عفوا، راني نغلط بزاف سامحوني فقط. اذا ها هي الحبه نحطها طيب. اذا انا راح نكمل كامل الشراك تاعي، اذا راح نكمل الشراك تاعي ونرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. اذا ها هو الشراك العريان تاعي راه واجد بعد ما طيبته. ملاحظه فقط، كي تدخلوا الفوش للفوغ يطيب شعلوا غير من التحت على 180 درجه، كي تشوفوه حمار من التحت طفوا عليه وشعلوا من الفوق، يعني ما تخلوش يطول بزاف الكوشه لانه العجينه بزاف طريه، يعني حوالي نص ساعه في الكوشه راح يطيب. وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. اذا راح نقسم لكم حبه باش تشوفوا، لانه الوصفه تجي رائعه ويجي بزاف بنين ويجي طري ويجي ذو في الفم. اذا ها هو الشراك العريان تاعي، شوفوا شحال جا، يجي مرمل ويجي شباب يجي مبسز، يعني والله غير يجي روعه. ان شاء الله تجربوه وتعطيني رايكم فيه، ولا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما عليكم غير ديروا لي جيم لا فيديو وتشاركوا في القناه حتى يصلكم الجديد. والى الملتقى إن شاء الله.